أهلا وسهلا. والسؤال من القلب عم تسألوه مريم، كيف منتعلم؟ من أي كتاب؟ مش من الكتاب. علمني من ألمني بالألام تلدين، مش منولد الأولاد، منولد نحن موت وقيامة. هذا هو رمز الصليب. هي هاي عم يحكي عم نضحك هون، عم يقول يلا اللهم عجل بالدمار الشامل، فانه هيك كلمه عم نقول اللهم عجل بالدمار الشامل، بس لحظه شوي ليش؟ بالعكس اللهم عجل بالوعي، بس شو بده يعمل الدمار الشامل اذا اجى وان شاء الله ما بيجي؟ ان شاء الله بنشيله يعني بالوعي تاعنا، دائما نفكر بطريقه ايجابيه ونشوف العالم بطريقه كويسه وبنغير هالشيء، طاقتنا كثير اقوى. فبس وين القصه؟ القصه شو هي التربيه؟ كل البشر يلي موجودين على وجه الارض يلي ما عم يتربوا، عم يكرروا هالغلط وعم يقتلوا وعم يزنوا وعم يسرقوا وعم يعملوا وعم يعملوا وعم بيسووا هيك، شو ليش ما عم تتعلموا؟ طب اجاكم يعني اجا العقل، الله اعطاكم هالعقل تتفكروا تتميزوا بين الاخلاق، انه هيك هيك اخلاق هيك مش اخلاق، هيك صح هيك غلط. اعطاكم الانبياء، نزلكم الانبياء، قالوا لكم هي كتب سماويه بتقول لكم 1 2 3 4. طب شو القصه؟ شو القصه؟ شو هي التربيه؟ حلوة كثير هالكلمة، قالت لي حطيها على التلفزيون، بس أنا كتبتها بإيدي، هي ما عندها إيدين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عمرها 9 سنين جسديا، صرنا نحكي هلا 9 سنين، تلاقيها بحطها على التلفزيون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، نتمسك بالقشور واللي عمله الرسول ما حدا بيعمله، بس متمسك بالقشور وطول النهار يحكي اللهم صلي اللهم صلي اللهم صلي. شو بده باللي بتحكوه؟ شو بده بألسنتكم وحكيكم؟ سرسرة. شو بده لا يتعدى اللي سأل؟ بده أعمال، بده أعمال. قالكم إذا قامت القيامة ازرعوا شجرة، كان جاره اليهودي يعامله بلطف، أنتوا جاركم المسلم لأنه طائفة تانية بتقتلوه قتل، وبعدين تروحوا بتقولوا لي اللهم صلي على مش عارف شو هذا. المهم شو هي التربية؟ اعملوا العمل مش الحكي. ف شو هي التربية؟ الأهل كيف بربوا هذا الطفل؟ من خلال زرع بهذا الطفل إدراك لنتيجة العمل، هاي هي التربية. ليش اللهم عجل بالدمار الشامل؟ ببساطة أنت عم تغلط، تجيك إشارة رحمة من الله، افهم في غلط عم تعمله، تجيك إشارة تانية وبتجيك إشارة ثالثة، تجيك إشارة رابعة، بتصير تزيد شوي، بعدين بتيجي لطشة كف تتعلم منها. كنا عم نحكي في وحدة من المجموعة اللي موجودة عندنا بالأردن من فترة، صدفت هيك قاعدة كتير كتير متضايقة نفسياً، لأنه عندها واحد من أولادها كبير بالسن بالجامعة وهيك، وما عم يسمع الكلمة، عم تقول له حبيبي اعمل هيك، انتبه لما تعمل هيك بيصير هيك، اعمل لما هيك بيصير هيك، عم بتفرجي إنه كذا 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 من هذا الحكي، وما عم يسمع، ما عم يفهم إنه في نتيجة للعملية اللي عم بيعمله. فقلنا له يعني ما في المشكلة، ما يعني الرسول ما قدر يغير عمه، ما في الواحد يغير شخص، لكن فيه قد ما بتقدر غير في نفسي وحاول تزرع فيه إدراك النتيجة، يعني إنه إذا عملت هيك رح يصير هيك. حبيبي إذا قربت على النار رح تنحرق إيدك، إذا قربت على الهيك يعني إذا كنت عم تسرع بالسيارة مرة من المرات رح إنه يصير في معك شيء، ولا سمح الله يصير معك كذا كذا. ما سمع الكلمة. المهم من فترة قريبة عم تحكي، عم بتقول، حكى التليفون، عم بتقول كتير 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 تعبانة، عم بتقول ابني عمل حادث وتضرر بهالحادث، وبسبب هالحادث توفى شخص. أكيد هي كتير تعبانة، إنه كيف يعني إنه أخذت وقت هيك رجعت شدت نفسها وقوت نفسها مرة تانية. لكن ابنها لما صحي قال لها خلص تبت، عرفت أنا من هاللحظة لآخر حياتي رح أقضيها أعمل شيء منيح، يعني أكثر من إني أعمل هيك، أكثر من إنه في شخص يموت بسببي ما ضل. لو سمعت كلامك أول مرة قلتي لي إذا عملت هيك بيصير هيك، ما رديت، ثاني مرة ما رديت، ثالث مرة ما رديت، بعدين إجتني لطشة الكف نفسها هاي، اللهم عجل بالدمار الشامل. عم نعمل الغلط وعم تجينا رحمة من الله فرصة ثانية، وعم نعمل غلط وعم تجينا رحمة من الله فرصة ثانية، ومنكرر وبتيجي بالنهاية رح يجي الكف الكبير. فهي هي التربية، التربية عبارة عن إدراك النتيجة، أنت اللي بتقدر تعمله بأي شخص موجود حواليك إنه يفهم بس عملك هذا له نتيجة. لما مثلاً فرضاً بالمدرسة، إذا كان التدريس صح هذا، إذا ما بتدرس ما رح تنجح، بالشغل إذا ما جديت ما وجدت، إذا ما عملت ما سوي ما كذا، بده يفهم الواحد إنه كل عمل له نتيجة، جديت هلا بتلاقي النتيجة، درت بالك، اشتغلت بالأخلاق بيحترموك الناس، كذبت بعد 2 3 ما عاد حدا يصدقك على وجه الأرض.
هي إدراك النتيجة. العمل عبادة مش إبادة. قال له غني ما حدا عم بيسمع لك، اشتغل ما حدا عم بيدفع لك، رقص ما حدا شايفك. نتعلم نتيجة أعمالنا. ماشي، أنت اللي بتحب أعمله. Do what you love money will follow. بتجي الصدقة. إذا ما زرعت ما أكلت واستعبدت وزدت فيك أدوية. إذا ما قرأت روشتة الدواء شو فيها ورحت على الإنترنت وقرأت، رح تصفي عبد ورح يصير جسمك مختبر للتجارب للناس يلي بس بدهم تدفع لهم مصاري ويختبروا عليك كمان، عاملينك فار تجارب. هيدا يعني هيدا شو الفارة اللي خبرتني عنها؟ جربوا بالفيران وبالإنسان وبالفيران وبالإنسان 20 سنة شافوا إنه عم بيقتلوا الناس. ما في خلص يعني الأدلة كلياتها موجودة، بس إحنا الحق علينا اللي ما بنقرأ. كل العلم موجود على وجه الأرض، لو تشوفوا هالشغلات هالكتب اللي موجودة هالأمور، كل العلم اللي بيخطر في بالنا يلي الواحد بيعيش بلا كهرباء بلا كذا، إنه كل شيء عنده مجانا، المية الكهرباء كل شيء موجود، كله موجود، لكن ما بيطلع لأنه هلا شايفين المجرمين اللي موجودين يلي بس قاعدين بيقتلوا طائفية وقتل وإشي مثل هيك. لما نتعلم نحط إيدينا بإيدين بعض ونحترم بعض، ساعتها العلم كله بيطلع، بتحول العالم لجنة. الحق علينا. فيك الكهرباء المي كلها أنت بدون ما تدفع شيء. كلهم عرفوا من 100 سنة، من أيام تسلا وقبل تسلا كمان. حطوا تسلا وشوفوا كيف عذبناهم، كيف قتلنا هالعلماء حول العالم وبعدنا منقتلهم. 50 سنة قبل تسلا بلشت، 1850 بلشت هاي العلوم تطلع وبلشت خلص، وكل شخص بيعرف ما حكى عارفين، لأنه هلا هذا بدمار شامل. شو يعني مزبوط؟ في ناس بيقولوا يعني مرة أنا حسيت إذا عرفت أنا كيف فيك تعمل 1 2 3 بحب أحكيها للناس فورا. بعدين رجعت أنا سألت قلت لا، لأنه إذا واحد من هالناس اللي أخذ هذا العلم وبسببه عمل شيء بدمر وبسبب هالدمار قتل شخص واحد، أنا ما بتحمل مسؤوليتها. هذا اللي عم بيصير. لحو قال لهم أنا ما اخترعت الإنبلة الذرية، أنا عم بعمل شيء تاني كنت، وألفريد نوبل كمان، وأنا ما هيك عم بعمل بعلم السايكولوجي، هذا كله كذب، بدي أعمل سنجري. قال لهم أينشتاين تاني مرة، كل الأشخاص نيتشه وكل العلماء، قال له ما بدي أشتغل بالعلم، أخذت العلم وعملته من 150 سنة لهلا على العلم، كلنا للوطن، جيبوا لي وطن بقى، ما في إلا بطن وتحت البطن. من 150 سنة لهلا كل الحلول موجودة، لكن إحنا اللي واقفين في وجهها. كل واحد فينا منش كيف نقيس كيف المقياس، كل واحد فينا عنده مكتبة في البيت غالبا، وهالمكتبة إلا ما يكون فيها على الأقل كتاب أو كتابين كويسين. المكتبة العامة موجودة، الإنترنت موجودة في كل بيت، بس طب وهل المعلومات اللي موجوده ممكن تشفي اي شخص؟ يعني ممكن شخص مثلا عنده مرض قوي كتير، سرطان او شو ما كان، وعنده بالبيت مثلا انه كتاب اجته اشاره من الله، كتاب انه كيف يعالج كيف يعالج كيف يعالج كيف يعالج. وين اللي بيصير النقطه؟ انه ما قرا. فاحنا يلي ما عم نتحمل المسؤوليه، الحق علينا احنا. سيغموند فرويد، فرويد بنعرف هو واحد من يعني اشهر، يمكن اشهر واحد في علم السايكولوجي موجود حاليا، يلي دفشه دفشة الحركة الأكاديمية والأمور اللي مثل هيك طبعاً لأهداف معينة. فرويد بلا شك من الناس النوابغ، هو جينيوس ووصل لشغلات، وصل لشغلات يعني كان سابق عصره. لكن وين المشكلة اللي صارت؟ إنه في نص الطريق حول رايخ عم بيحكي عنه في هذا الكتاب، رايخ speaks of فرويد، رايخ بيحكي عن فرويد يا الله شو بحبه لما كان صغير، بقول امسك فرويد جيب صورته وهو صغير وجيب صورته وهو كبير. نعم. شوف الفرق. شفت وهو صغير ألوهية موجودة، يا الله مثل النبي شكله، بس هيك بده يغير وبده يعمل وبده يسوي هيك، شو هاللطف شو هالجمال شو هالكذا موجود. شوف صورته وهو كبير، هالغضب 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 اللي موجود في وجهه، ومات انه من خلال أمراضه هيك. فبس ساوم بنص الطريق. هلا شو اللي صار؟ هذا الكتاب مثلا فرويد The Interpretation of Dreams، فرويد فتح طريق للناس. كل الناس طبعا وقفوا ضده في البداية، ولازالوا هلا نص العالم 70% من العالم واقفين ضده، انه شو هالكلام يلي عم بتقوله انت، شو قلة الادب يلي عم بتقولها. انه لما بلش يحكي على العقدة الجنسية عند الناس وايش المشاكل يلي موجودة عند البشر، لكن هو كان نظره ابعد بكثير من هيك. هو استاذ رايخ، بس رايخ كمل وشطح وشطح وشطح. وكمان رايخ شو عملنا فيه؟ ابدا. الحقيقة خطرة، الفطرة خطرة، بس ما بيصح إلا صحيح. أكيد. فبلش صار ينتبه على أشياء تانية فرويد. صار ينتبه، يا عمي لحظة شوي، أنت عم تقول لي صار ينتبه إنه في أشخاص. أول خطوة هاي اللي الناس بيعرفوا بالموضوع بيعرف فيها، إنه كيف أول ما بلش كان ينتبه إنه تيجي أشخاص عندهم شلل جسدي،
لكن جسديا ما عنده مشكله، ما عم بيتحرك. فصار يفحص يفحص يلاقي عمي هاي اغلب المرضى اللي يجوا هم مثل النساء بالضبط، اللي بتعرف كيف النساء يلي بتكون تربت على الكبت من لو من ولدت لحد ما كبرت. وما عم بحكي على الكبت الجنسي دخيلكم، حلو عنا انه كبت كبت بالضبط، يعني عم نحكي على الكبت، يعني عم ندور على كلمه بديله للكبت، لان كل ما نحكي الكلمه بصير الناس هيك يفكروا، لان ما عندنا مشكله الا هيك بدي وتزبو. قبل يومين وانا جاي واقفين بالطابور ولا ناس موجودين السوان موجودين وكذا، كل الناس موجوده، واحد شيخ بالنص موجود كان واقف قدامي ومعاه مرته منقبه ومعلبه وما بعرف شو. المهم ماشي الشيخ وعم يطلع يمين شمال يمين شمال وعم يعمل هيك، عم يعمل هذا يطلع بمرته يا عمي. كل هالناس اللي حواليك انا بده يطلع في مرتك، انت اللي عندك وسواس قهري قاعد عندك وسواس، شو المشكله مفكر؟ يعني بعدين مش بس انه الوسواس اللي موجود عنده، شو جنون العظمه اللي عندك هذا انه كل هالبشر عينهم عليك وعلى مرتك، كل هالناس اللي ماشيين وعادي يعني انه ناس طبيعيين ماشيين ما في هيك، كلهم عينهم على مرتك نازل هيك تطلع يمين شمال وحاضن وما بعرف شو. ما هين هون المشكله، انه راح التوازن راحت الاخلاق دخل بس عباره عن مرض نفسي خلص. لو الاخلاق موجوده ما بنعمل اللي بنعمله، لو الاخلاق موجوده بيكون كل اللي حوالينا طبعا لابسه اسود واسود وهو لابس اسود واسود اكيد. طول ما في كبت بده يروح الجمال. بهذا الكتاب A Book of Revelations كاتبه واحد من اروع الناس في التاريخ جورج ستار وايت، بيحكي فيه من وين الرؤيه للكل، من وين جاب الحكي ما بعرف، لكن انا متاكد 100% انه يعني ما بشك في كلمه بيحكيها. بيحكي A True Narrative of Life on Many Planets 1945 كتب الكتاب، بيحكي عن الحياه في بعض الكواكب الثانيه. نعم عم بيروح اسراء ومعراج، اسرى بعبده مش بمحمد، كلنا بنعمل اوت اوف بودي اكسبيرينس. فبيحكي عن الحياه ببعض الكواكب الثانيه، عم بيقول لك في الكوكب الفلاني الناس يلي موجودين الرجل مسؤول عن التعمير وعن العمل، المرأة مسؤولة عن الجمال، عندهم يمين وعندهم شمال، مش مثلنا عندنا شمال فقط. تفكروش يعني احنا هلأ عايشين بس من الجهة الشمال بالدماغ اللي هي المنطق، الشمال مربوطة بالإيد اليمين واليمين مربوط بالإيد الشمال، هاي مسؤولة عن المنطق والرياضيات وهي مسؤولة عن الجمال والفن. احنا ماسكين بس ماشيين بهاي وتاركين هاي، وحتى بالدين بدرسوها بطريقه غلط انه يمين يمين بس اعوذ بالله من الشيطان اذا مسكت شيء بالايد الشمال، يعني عندك ايدتين يمين وشمال موجود بدك توازن بين الطرفين. يعني كل الديانات فرجيك انه كيف في عندي طرفين، لازم يكون ديانات الفلسفيه انه في توازن. المهم النساء لازم مسؤولين عن الجمال والرجال مسؤولين عن التعمير والمنطق والكذا والبناء والشغلات هاي كلياتها. لازم كل شيء يكون جميل، ممنوع يكون في شيء شكله بشع عندهم على هالكوكب، لازم كل شيء يكون جميل وشكله بأحلى شكل ممكن. عندهم الحيوانات بنظموا الحيوانات بطريقة معينة إنه بيخلوا الحيوانات الحلوة وبشكل خاص العصافير المغردة إنه هي اللي تكون موجودة. ولك بشكل عام تقريبا الكوكب في الكوكب عندهم ما عندهم سحالي وزواحف وأفاعي وشيء مثل هيك، ولك تقريبا عندهم بس هم الأشخاص وعصافير ملونة مغردة بكل مكان، والعصافير يلي ما بتأكل لحم يلي بتأكل بزر. أطفالهم يعني بيربوهم، بيشرح بالكتاب بفرجي كيف طريقة تربية الأطفال قديش مهم خلال الأشهر الأولى خلال الأيام الأولى إنه يكون عايش بهالأمان بهالحضن ومية بالمية حاسس بالأمان قديش مهمة. كيف الطريقة اللي بيعلموا فيها الأطفال بيزرعوا فيه نفس الشيء زي ما حكينا إدراك النتيجة، بيدرك نتيجة عمله، بيعطوه كل العلم اللي موجود مش بيبرمجوه حتى يصير عبد لإلهم، كل العلم. والمجتمع عندهم في تقدم وفي تقدم، إحنا مش لوحدنا على هالأرض، نقطة في مجرة ومجرة نقطة في مجرات تانية، في عوالم تانية ما في دليل، بس اللي بيقرأ واللي بيشوف إنه قديش في ناس صادقين بيحكوا بالموضوع، في أشخاص بتجاوزوا وبيشوفوا عوالم وهيك. بغض النظر جوردن ماكسويل نحكي قصة عملها حكاها على الموضوع. جوردن ماكسويل بعده حي، بعده حي وبيحكي معه جاسمهين، بتحكي معه جيم هامبل بيحكي معه، وفي دليل وقت اللي بتقعدوا مع هيك علماء مين شو بس يقول محمد بتلاقوا في حضرة محمدية ألي ألا صار بيحكي عين، في صلة كاملة ما في فصل بين أي شيء أبداً. أحياء عند ربهم يرزقون فيكن شفون الصلاة، أنا أتيت لأنك أنت مسيح آخر. الصلاة بتكون صلة 24 ساعة، لضعف القلوب سواكم غصباً عنكم تعملوا خمسة في اليوم، ولكن هي في كل ثانية 24 ساعة. قال 55 بعدين خمسة ما قبلنا، قال له خلص، قال لي الملاك يعني شو صارت الصلاة هلا؟ بقتلك إذا كنت أنا بصلي هيك وأنت صليت هيك، وبقتلك إذا أنا بصلي هيك وأنت بتصلي هيك، هيك هاي صارت الصلاة خلاص شريعة. وبرن التليفون وهم قاعدين بيصلوا هيك ما حدا حاضر.
بيبقوا قاعدين من بالمسجد بالكنيسه وهيك عم يحكوا لهالسبب. قبل ما نقعد نشتغل بالعبادات ونشتغل بالنساء وبالجنس وبالمش عارف شو نرجع الاخلاق اول. بس رجعنا الاخلاق ساعتها هاي بتطبق ذره من الاخلاق، ذره ذره هيك اخلاق الرسول، اخلاق محمد، اخلاق الانبياء. فاللي عم نعمله هلا ما له علاقه بالدين. اول نقطه بدنا نهدم نمشي مثل ما مشي سيدنا محمد، نمشي مثل ما مشي كل الانبياء. الاخلاق فوق، يعني هاي العبادات كلها وهي الاخلاق بنحطه مع بعض، الاخلاق هي اللي بترجح. أتيت لأتمم مكارم الأخلاق، هي النور. بلا أخلاق ما في شيء بيزبط، هي الأساس. الله نور السماوات والأرض، إنك تحط نور حتى بالعتمة تكون في نور. أكيد. كيف بدنا نقشع الأخلاق إذا ما حطيت لي نور بقلبي تشوف؟ نحط إيدينا بإيدين بعض، منشيل الطائفية، منرجع الأخلاق، منرجع المحبة، منمشي على أخلاق سيدنا محمد كيف كان بيعمل، كيف كان جاره اليهودي يأذي ويروح بكل رحمة وبكل لطف إنه يزوره لما يكون مريض مثل هيك. وعارفين القصص، قالكم ازرعوا الشجر، هذا اهم شيء نعمله، مش انه طائفه ضد طائفه. وما تخدعوا حالكم بالكذبه، ما تخدعوا حالكم بالكذبه، يعني انتوا عندكم استعداد زي ما قلنا، اذا صلى هيك هذا بيقتله، اذا صلى هيك هذا بيقتله. كذبه ما في اسلام، وين الاسلام تاعكم حبيبي؟ وقت بيت الميل قال في ميل وما حدا قال له شفتوا اخوتنا النصارى؟ نعم. اخوتنا اليهود نعم، اخوتنا المجوس نعم. قال لهم اهل دمتنا قبل اهل امتنا، كان الخليفه يروح يمرق عليهم قبل ما يجي، وكان الخليفه يحط على ظهره كيس القمح ويروح يزور هو الرعيه. الرسول قال، سأله واحد اوصني، قال له لا تغضب، اوصني لا تغضب، اوصني لا تغضب، راح. انه ايش لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يعني ما فهم شو هي القصه. هيك بترجع فلسطين، هيك بتوحدوا العرب مع بعض، هيك منشيل كل مديونية الدول العربية وبيصير في اكتفاء ذاتي، هيك منفتح الحدود العربية لما نحط إيدينا بإيدين بعض. لكن طول ما إحنا عم نوقع بفخ الطائفية، إحنا بس عم نوقع بنفس الفخ الصهيونية اللي دخلت من خلاله على الدول الإسلامية من قرون. وطبعاً إحنا ما بدنا إنه إحنا صح وهدول غلط وهيك، لا، بدنا نوصل لطريقة لنحاول نوحد كل البشر في هالأرض بالأخلاق وبالعلم وبالفلسفة وبالدين الحقيقي. نبلش بنفسنا، فإذا ما فيني غير حدا، لا يغير له ما بيقول، ما فيني أبدا إلا نفسي. مثل ما قالوا له لجحة، اللي عندك بالبيت؟ قال لهم بمرتي؟ لا، بولادي؟ لا، هونيك بالبيت بالأوضة؟ قال له وين؟ قال له فيك، فينا. طلع بالمراية، يلا بالمراية بلش فيه. كنا عم نقول على جوردن ماكسويل، جوردن ماكسويل لما بلش ما صدقوا إنه واحد بعمرك وهيك بين العرب، ما في غيره عالم بهالأمة العربية، أكيد منه وحده، بس كانت معنا الحق شيطان أخرس، خلي غير محمد كيلاني يحكي بهالأمة. جوردن ماكسويل لما بلش ما كان بيعرف، كان يحس إنه في شيء، كان مثل هالأطفال يلي بينشأوا في مجتمع متخلف. يا حرام، وهو صغير يقولوا له اطلع العب مع الأطفال برا، يحس هيك يتضايق إنه يعني ما بدي ألعب هيك، أنا بدي أسمع شو بيحكوا، بدي أقرأ هاي، بدي أسوي هيك، بدي كيف بقولوا إنه هذا طفل غريب عن المجتمع. نفس الشيء، يحس حاله انه مش لا ينتمي لهالمجتمع اللي هو موجود فيه، عم بحس انه هذا سخيف وهذا بيحكي حكي فاضي، والاهل 24 ساعه عم يحكوا بشغلات وعم بيحضروا شغلات وعم بيعملوا كله حكي فاضي. فبلش وبلش يقرا وبلش يتعلم وكذا وهيك. وفي نص الطريق هون عم بيحكي قصه هو، طبعا جوردن ماكسويل عنده علم لازم الكل يقراه، وما نحكم صح ولا غلط المعلومه، لكن اقروا كل العلم، واحنا بمعرفتنا وبهذا بالخلفيه اللي عندنا وبنقرا زياده وبنستزيد وبنميز وبنشوف بناخذ يلي بدنا اياه ويلي ما بدنا اياه، لانه في كثير ناس بيقروا بيصير يخاف، هون بيحكي شغله على الدين، هون بيحكي شغله على هيك، ما بنخاف، طالب الحكمه من كل مكان، وهذا عالم من اروع العلماء على وجه الارض، بس بنقرا وبنشوف. المهم فانه بلش هالزلمه وبلش يتعلم وكذا وهيك، وصارت تجي اشارات غريبه. ومره وهو صغير انه بلش يحس انه يا عمي في كائنات تانية، في شيء تاني، في شغلة على وجه الأرض، في 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 شيء غير عن هذا. وقالوا له إنه في منطقة موجودة فيها، هاي المنطقة إنه بيشوفوا كتير أطباق طائرة موجود فيها، إنه كتير ناس بروحوا بيمسكوا هالناظور بصيروا يتفرجوا بيشوفوا سايتينجز كتير فيها. قرر هو وصديقه لإله إنهم يطلعوا يشوفوا هالمنطقة، وراحوا قريبة من اللي بسموها بأمريكا أريا 51. راحوا على هالمنطقة وفي فندق هناك، سألوهم قالوا لهم إنه شو لازم نعمل بالضبط حتى نشوف؟ قالوا لهم بتروحوا عند هاي الإشارة، وهاي الإشارة بتوقفوا حدا، مثلا بتروحوا جنوب شوية وبتوقفوا بتصيروا تتفرجوا تتشوفوا شيء. قال ماشي،
ركبوا بهالسيارة وبالليل راحوا تيشوفوا الضوء هيك لما يبين، وماشيين بالسيارة وصل لعند هالإشارة وهو ماشي، بعدين بقول لك ما بيعرف ليه بدل ما يروح جنوب راح شمال ومشي شمال، وهو ما انه منتبه انه ماشي شمال هيك يعني شيء داخلي من عنده، وهو ماشي 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 ولا بعدين وقف هيك طلع ولا لقى صحراء خاف، قال المنطقة هاي انا عندي يعني دائما بقول لك لما احس انه في شيء غلط بكون في شيء غلط وانا حاسس انه في شيء غلط خايف امشي هيك يعني ما راح اكمل الطريق. اصحابه قالوا له انه لا كمل 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 كمل، ضلوا يصروا عليه بالاخير كمل ومشي بهالطريق وضلوا ماشي وضلوا ماشي وضلوا ماشي، ولا بعد فتره انه خلص قال انا راح اوقف هون وراح ارجع، قالوا له طب قال لهم راح ارجع خلص، قالوا له لا طب وقف السياره واستنى شوي هيك اعطيه هيك اعطينا ساعه بس هيك نتفرج بعدين بنرجع، قال لهم بس انا اذا قلت لكم راح نطلع بتطلعوا بنفس اللحظه، كان كثير حاسس انه في شيء غلط. المهم وقف السياره وعتمه يعني ما في يشوف الشخص اللي جنبك ولا شيء بشوف، عتمه صحراء ما في اي شيء ممكن اشوفه، وقعدوا يتفرجوا فبقول انه بعد شويه ولا شاف في انشقت الغيمه يلي بالسماء وشيء هيك بيتحرك نزل منها، تنين صاروا وصاروا يتحركوا يتحركوا يعملوا زي استعراضات يعني كأنهم عم يستعرضوا حتى يفرجوهم شيء معين، هو سقط قلبه بالأرض بطل عارف شو يعمل، أصحابه ما صاحيين يعني إنه مبسوطين على المنظر بس كأنه بلا وعي يوفوريا صار معهم، فهو انصدم قال لهم اركبوا بالسيارة وراح أمشي وشغل السيارة ومشي بالسيارة وعم يمشي ما ضوى الضواب لأنه بقول لك لازم يشوف الطريق بس عقله بقول له إذا ضويت الضواب راح يشوفوني، شغل وصار يمشي بلا ضوء وبعدين قال انه هم شايفيننا اكيد اذا عم بيعملوا هالشيء فراح ضوى الضوء، فضوى الضوء وهو ماشي ولا بعدين فجاه ولا هو عم يسوق اصحابه صار يصيحوا 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 مالهم يصيحوا بجنون يصيحوا، بقول لهم شو القصه تفرج هيك ولا لا هل شيء يلي فيه نور فوقهم بالضبط يعني بينهم بين السياره متر هيك فوقهم واقف ويصيحوا يصيحوا سقط قلبهم، ومشيت هالسياره ومشيت كذا كذا من هالكلام وبعدين وصل لحد الطريق واختفوا فجأة، كملوا الطريق وقفوا هدوا نفسهم من الصدمة ورجعوا بعد وقت بعد ما هدوا رجعوا على الفندق. بهالليلة بالفندق خايف هو كتير ماكسويل كان بعده صغير هناك، قال ما رح نام بالغرفة لوحدي، حدا من أصحابه نام معه وحدا تاني نام في غرفة تانية، قال ما رح نام وحدي في الغرفة بدي حد يكون معي، نام بهالغرفة وهو نايمين ولا صديقه فجأة ولا بقول لك توقف جسمه زي اللي صار فيه مع شلل ما حاسس بشيء، ودخل من الحيط كائن معين وهالكائن قرب له وما عم يحكي معه بالكلام عم يتواصل معه بالفكر، هو ما في يعني بعدين انه انتبه انه عم يتواصل معه بالفكر هو عم يحاول يتواصل معه ما عارف شو يعمل لانه ما عنده خبره في الموضوع، بعدين انتبه انه صارت ذاكرته ترجع لورا ذاكرته زي كانه بقول الشخص لما يموت ذاكرته بترجع لورا صار ينتبه ذاكرته عم ترجع لورا، ف انه وهو عم يحس بهالشيء انتبه انه اللي عم يصير انه هالكائن عم يقرا الذاكره اللي عنده تيشوف مين هو، لانه الكائن بده يعرف مين انت ليش جايين وليش عم بتشوفوا هالشيء، فعم يحاول يرجع بذاكرته بعدين شاف انه ما في شيء قال له ما في مشكله وطلع هالكائن وطلع من الحيط مره ثانيه. ثاني يوم ولا بعد بنفس اليوم قام شخ على حاله الزلمه هو راح وبقول لهم لجوردن ماكسويل في وحده كانت موجوده معهم عم بقول لهم صار 1 2 3 4 هي اللي صار معي. جوردن ماكسويل قال لحظه شوي خلص يعني انا بعد هيك ما بدأت انا مصدقه لانه صديقه بيعرف انه ما بيكذب ومصدقه، طلع لبرا وقف هيك على الطريق وقال لهم شوف انا عارف انكم موجودين ما بعرف شو بدكم مني لكن راح اعمل اذا ما في اذا بدكم شيء كويس راح اعمله وكل شيء بتقولوا راح اعمله لكن لو سمحتوا ما بدي حدا يخوفني بغرفه النوم، ما بدي حدا اصحب نص الليل الاقي واحد في وجهي وما بدي تاخذوني مكان ثاني، هدول الطلبين يلي عندي. مش الوقت ولا بعد فتره ولا صديق لجوردن ماكسويل عم بيقول له في وحده بتقرا سايكيك قويه كثير يعني بتشوف الشخص بتقدر تقرا شو اللي عم يصير بتتواصل مع ارواح بتتواصل شيء، فقال له انه خلي هالروح عندها شوف شو بتحكي لك شو بتحكي مثل هيك، فقال ماشي ما عندي مشكله بروح بشوفها بوثق فيك يعني بتقول لي كويسه، راح عليها قابلها قعد معها قعد هيك قعدت تتفرج فيه بعدين صارت تضحك كثير صارت تعمل هيك وتعمل هيك وتضحك كثير، قال لها لشو بتضحكي؟ قالت له عم يقولوا لي انك انت في يوم معين
وقفت وقلت لهم أنا بعمل يلي بدكم إياه، بس ما تاخدوني وما تخوفوني بغرفة النوم. فقعديني بيضحكوا لأنه شايفين الموضوع كتير بيضحك، وهي صارت تضحك كمان. طبعاً هي عم تتواصل معهم بشكل ما بعرف إنه هيك سايكيك أو هيك. هو انصدم طبعاً، عرف وقتها إنه في شيء حقيقة. قال إنه قال أنا هالشي ما حكيته لحد أبداً، وقفت بس هيك حكيته بالشارع ما حكيته لحد، فكيف أنت عارفة هالحكي؟ المهم هو كان شاكك أول إنه واحدة من تنتين، يا إما كائنات من شيء محل تاني، ويا إما كائنات من محل تاني، ويا إما في تكنولوجيا موجودة عند الحكومة وإحنا ما بنعرف فيها. فقالت له هالمرة، قالت له هم عم يضحكوا كتير لأنه أنت ما عم تحترم نفسك. أنت لو عارف أنت من وين جاي، لو عرفت من وين جاي ما بتحكي هالحكي. وبلش طريقه ونعرف شو هو جوردن ماكسويل، شو عم يعمل، شو هالمعلومات اللي عم يحطها. نحن مش اثنين، قال له لأبو بكر، صدقوا الأنبياء اتركوا الأغبياء. قال له لبنته أنت أول ناس لحقتيني، ولكن المشكلة هي اسمها إيجو، أنا الرجال سيد كل هالكائنات، بينما الإيكو الطبيعة كلهم بيتناغموا مع بعضهم وبيشوفوا وبيحسوا. وقت الإنسان بيصير واحد مع الواحد الأحد بهالتوحيد، نعم لا تروح بعيد، أقرب إليك من حبل الوريد. بشكركم.